فاركو فريق محترم طبعا. الاهلي في الوقت الحالي بيمر بضغط كبير في المباريات، وده لانه طبعا توج بدوري ابطال افريقيا وشارك في كل البطولات القاريه الكبرى بما فيها كاس العالم للانديه، لكن زي ما بنقول دايما هو ده قدر النادي الاهلي وهو ده قدر اي حد بيشتغل في منظومه النادي الاهلي، انه دايما بينافس على المركز الاول والبطوله وبس. الاهلي في حاله تركيز كبير لان كل 3 نقط بيكسبهم الفريق بيقرب اكتر لان هو يحافظ على لقب الدوري. ده قدر الاهلاوي، والموضوع ده مش سهل يا جماعه، خصوصا مع درجه الحراره العاليه وكمان ضغط الجدول بشكل كبير جدا. بالمناسبه كمان فاركو فرقه كره قدم محترمه جدا وعندهم مدرب مجتهد جدا هو الكابتن احمد خطاب، وقدام كمان احنا شفنا مع بعض قدم مباريات كبيره جدا جدا. الفريق بياخد دفعه معنويه كبيره بعد كمان فوزه مع الاتحاد السكندري، كانت مباراه قويه، وده بيأكد ان المباراه مش هتكون سهله، لكن كلنا ثقه في لعيبه الاهلي والجهاز الفني. الفرقه زي ما حضراتكم عارفين خارجه من ضغط مباريات كبير جدا جدا، ولسه في ضغط مباريات جاي كبير جدا، لان الجدول خلاص انت عندك تلاحم تقريبا كل 48 ساعه او 72 ساعه بالكثير لازم تخلص الدوري، لازم هنلعب كل 72 ساعه تقريبا لان لازم تخلص الدوري. احنا البلد الوحيده في العالم تقريبا اللي لسه الدوري شغال فيها، فما قدامناش حاجه غير ان انت هتلعب ماتشات كتير جدا وكل المواجهات صعبه، كل المواجهات صعبه. فاركو كمان بالذات فرقه محترمه فنيا جدا، عندها مجموعه لعيبه كويسه، عندها مدرب ممتاز، قدمت ماتشات كويسه، خارجه من ماتش الاتحاد عامله فيه نتيجه كويسه، فبالتالي عندها حافز انها تعمل ماتش كبير قدام الاهلي. لعيبه الاهلي بالاجهاد الكبير اللي تعرضوا له للموسم ده، بالمشاركات الكتير اللي شاركوها في بطولات مختلفه حتى الدولي، القوام الاساسي للفرقه كله دولي، فسواء في المنتخب مصر او في المنتخبات الاخرى، فانت عندك كمان مجموعه لعيبه اجهدت تماما، فمفيش حاجه سهله في اللي جاي كله، ومفيش مباراه هتعدي ببساطه، بالعكس كل الفرق هتعمل ماتشات كبيره قدام الاهلي، وكل الفرق محتاجه 3 نقط، مفيش فريق في الدوري مش محتاج 3 نقط، والاهلي لازم يحافظ على البطوله اللي هو متعود انها تبقى موجوده في الجزيره.